أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.